ما هذا الوحش؟ ما هذا الوحش؟ قبيل، ماذا تفعل هنا؟ الوحش يكشر عن أنيابه، إنه ينوي الهجوم علي. أخفض سلاحك يا قابيل حتى لا يفترسك. اهدأ يا أنيس، إنه أخي. أنيس؟ أنت تناديه بأنيس؟ لقد استأنست هذا الكلب البري بعد أن عالجته من جرح قد أصابه، فآنس لي وآنست إليه وأصبح يلازمني ولا يفارقني، فسميته أنيسا. ولكن لماذا لا يبدو أنيسا بالنسبة لي؟ أبعده عني يا هابيل. ألقي يا قابيل بما في يدك كي يهدأ. لا، لن ألقي به، سأدافع به عن نفسي. قابيل، ماذا تفعل هنا في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ إقليمة، أنت أيضا تصدقين هذا الوحش؟ لماذا عدت هذه المرة؟ كنت عند أبي آدم ثم جئت إليكما بسلام، ولكنكما تستعديان علي هذا الوحش. لا يا قابيل، لا، أنيس لا يعتدي على أحد دون سبب. لماذا إذن هجم علي وأنا فوق رأسك أوقذك؟ ألم يكن في يدك سلاح؟ ولا يزال في يدي أقليمة. أشهره مرة أخرى، حاول إن استطعت. أنقذوني، أنقذوني من هذا الوحش، إنه يمزق ثيابي. أبعدوه عني. هابيل، هابيل، كف عنه يا أنيس. تعال، سألقي سلاح، سألقي به. لا بأس، لا بأس، ها قد سكن أنيس وهدأ. اجلس يا قابيل. لا لا لا، دعوني أذهب من هنا. ابقى يا قابيل، ابقى، لا تخف. اتركوني، اتركوني، لم أعد أطمئن. أمسك به يا هابيل، أمسك به كي لا يتبعني. إني راحل من أرضكم، راحل من أرضكم. صدقتني الآن يا يقوت حين قلت لك إن الإنسان غير مؤهل كي يعمر الأرض، بل هو إلى خرابها أقرب؟ يبدو أنك لا تفهمين أيتها العجوز عاينة أن حكمة الله من خلق آدم التي لم يدركها إبليس هي للبناء وإعمار الأرض. أنت تحكمين على ظاهر الأشياء. وصراع الإخوة واقتتالهم، هل ذلك بناء وتعمير؟ لقد استخلف الله آدم وذريته في الأرض بعد أن خربناها نحن الجن. إذا أمد الله في عمرك يا يقوتة، سوف ترين أنهار الدم، وها هو قابيل على وشك أن يكون له السبق كأول من يسن سنة القتل. نحن أصحاب الأرض وأول من وجد عليها، وآدم وبنوه يزاحموننا أرضنا. إنها أرض الله يورثها من يشاء من عباده، واسألي اللعين إبليس فعنده الخبر اليقين بعد أن أمد الله في عمره إلى يوم الوقت المعلوم.
أيها الأتباع المخلصين من بني الجن، أعلن عليكم نبأ اقتراني بالعزيزة غندور لتكون ذريتي منها في طليعة الانتقام من بني الإنس. هذا خبر جميل، نريد ذرية تساعدنا في حربنا ضد آدم وذريته. نريد أن تزداد أعدادنا وأن تفوق أعداد ولد آدم. سيحدث هذا، وأعدكم كلما ولد لآدم أو لذريته ولد سيخرج من صلبي من يترصد. فإن كان آدم سيتباهى بذريته، أنا أيضا أتباهى وأزهو بذريتي. وبما ستفعله من بث الفرقة والتشاحن والتباغض والاقتتال على متاع الدنيا، سنزين لهم كل قبيح حتى يظنوا أنهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقة الأخسرين أعمالا. Thank you.